لو انا بتكلم بقى على الحالات اللي فيها المريض بتاعي مثلا عمل عملية في تغيير البول اند سوكيت جوينت اللي موجود عندي بتاعت الهيب بون او بتاعت الهيب جوينت يعني عموما، هلاقي عندي ان انا الموديل بتاعي بيختلف شوية عن الموديل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. بدل ما كان في عندي هنا رياكشن بتاعي عبارة عن مجرد بس الوزن بتاعي وخلاص، لا ده انا بتكلم ان انا دلوقتي حطيت معايا كمان عصاية اللي هي بستعمل كين اللي هي عصاية، والعصاية دي بحمل عليها بايديا مثلا سدس الوزن. لو افترضت انها سدس الوزن كده هنشوف ان هي هتفرق معانا ازاي. برضو هعمل هنا نفس الحاجة، هبص على نفس الايكويشنز بتاعتي هنا، بس هحط معايا في الاعتبار دلوقتي بقى ان انا الوزن بتاعي اللي هو الرياكشن بتاعي اللي هنا ده بدل ما كان بيشيل لي الوزن بتاعي اللي هو كامل اللي هو W، لا دلوقتي بقى يشيل W minus W over 6. اوكي؟ لان بقى في عندي W over 6 متشالة اصلا بالكين دي. اوكي؟ فجرب نفس الجيومتري او غير الجيومتري ده بحيث ان هو يرفلكت الكلام ده، واخد برضو البيفوت بوينت بتاعتي في نفس المكان هنا بحيث ان هي تشيل لي R والفي اللي كانوا موجودين عندنا في المرة اللي فاتت زي ما عملنا المرة اللي فاتت بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص. فيطلع لي هنا ايكويجن على طول مباشرة كده، اقدر احسب من اول ايكويجن دي اقدر احسب اف بتساوي كام، وبعد كده بستعمل ترانسليشنال ايكوليبريم ايكويجنز عشان اقدر احسب ار اكس وار واي بيساوي كام. ار اكس طبعا زي ما احنا اتفقنا هي عبارة عن ار ساين في، وار واي اللي هي عبارة عن ار كوساين في. لو انا حطيت الايكويجنز دي وحليتها اقدر احل تو ايكويجنز تو انونز، واقدر احسب على طول ار اكس بتساوي كام واحسب ار واي بتساوي كام. في الحاله بتاعتنا دي لو احنا خدناه بقى وحسبنا الفيكتور سام بتاعهم زي ما احنا عملنا قبل كده، هنلاقي ان الفورسز اللي على الهيد اوف ذا فيمر هتبقى 1.3 دبليو، يعني نتكلم ان هي تقريبا نص الفورس اللي كانت موجوده عندنا قبل كده اللي كانت 2.4 دبليو. يعني مجرد ان احنا استعملنا عصايه شايلين عليها سدس الويت، الفورس اللي بقت ابلايد على الهيد اوف ذا فيمر بقت حوالي نص، حوالي النص اللي كان موجود قبل كده، وده حاجه طبعا فيري سيجنيفيكانت. علشان كده كان حقيقه بعض الريبورتس اللي كانت ناس اتكلمت عليها زمان في بيبرز كان الناس بتلاحظ ان لو واحد بيعمل عمليه بتاع تغيير الهيب بون، وعاده الاطباء في الحاله دي بينصحوه ان هو يفضل قاعد 6 اشهر على عصايه او على كراتشز اللي هي بيتكلم على يعني بيستعمل يعني حاجه بحيث ان هي تساعده عشان يمشي عشان يحمل عليها وهو ماشي ما يحملش على رجليه. هنلاقي ان هو الناس اللي بتسمع كلام الدكتور وتفضل الست اشهر تماما معتمدين على اللي بيستعمل العصايه دي علشان يقدر يتحرك، اوكي، بيبقى الريكفري بتاعهم احسن بكتير. والناس اللي بتمشي بدري ان هي بتستعجل ان هي تسيب العصايه وتمشي بدري، دي الحقيقه الفورسز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي 2.4 دبليو دي، الحقيقه مع وجود ان المفصل ده لسه راكب جديد، ما هو لسه ما حصلوش انتجريشن مع البون اللي هو راكب فيها، ما هو بيبقى راكب اصلا في الفيمر بون، ولازم ان هو في الاخر البوندج الموجود بينهم دوت او البوندنج الموجود بينهم دوت يبقى قوي بحيث ان هو يعني يسمح ان في الاخر التركيبه اللي اتحطت دي تبقى موجوده وثابته. فلو انا استعجلت الفورسز الزياده او اللي هي بتبقى في حدود مرتين ونص قد وزن جسم الانسان دي بتحاول ان هي تلخلخ الجوينت الجديده دي من مكانها، ففي الاخر بتاند اب ان هي تخلي زرع المفصل دوت ما يبقاش ناجح. فطبعا واحده من الحاجات البسيطه جدا هستعملها فيها بيسكلي الاساسيات بتاعت الايكوليبريم عشان نحسب الكلام ده، ولقينا فعلا انها بتدينا فيري ريزونبل اكسبلانيشن اللي بيحصل في الحالات دي.